تعد الغبقات الرمضانية في البحرين تقليداً تاريخياً اجتماعياً يعود إلى القرن الماضي. هذه العادة المتأصلة في المجتمع البحريني تعزز فرصة اللقاء والترابط والتراحم بين أفراد المجتمع بالرغم من كافة التغيرات التي طرأت عليها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بأصالتها. الغبقة عادة رمضانية قديمة متجددة تجمع أفراد الأسرة أو الأصدقاء والأصحاب على وجبة يتم تقديمها ما بين الفطور والسحور، فهذا التقليد الرمضاني يحرص عليه أبناء البحرين حتى يومنا هذا خصوصا، وإن الجهات الرسمية والأهلية تحرص عليه لتجمع موظفيها في أمسية متميزة يقضون فيها وقتا جميلا بعيدا عن رتابة العمل. الأول كانت عبارة عن جمعات أهل، فكانت اللمة حلوة مع جمعات الأهل في بيت اليدات بيت الخالات، بس حاليا الغبقات تطورت وصارت حتى المؤسسات والشركات قاموا يقيمون الغبقات، وصراحة أنا أشوف شيء بعد حلو لأن صار يعني الموظفين والأصدقاء يتجمعون على الغبقات، وتكون غبقة كبيرة أحيانا يتجمع فيها الأصدقاء والأهل والأحباب، حتى الأجانب ابتدوا يتعرفون على العادة الحلوة اللي عندنا اللي هي عادة الغبقات في رمضان، واللي أنا أشوفه صراحة شيء جدا حلو ويستمتعون فيه الأصدقاء والأهل والأحباب صراحة. متجمعين بثيم جديد، احنا متعلمين على الغبقات قبل في بيوتنا ولمة العائلة في البيت العود بيت اليد أو اليد، الحين تغير ثيم صارت مطاعم أو فنادق قعدات، للحين موصلين على هالتجمعات الحلوة العائلية بس إن ثيم اختلف، يعني حتى نوعية الأطباق القعدة المكان اللي احنا نتجمع فيه، بس هو الفرصة الوحيدة اللي دائما تكون في رمضان نحن نتجمع مع الأهل وتكون لمة حلوة معهم تجمعهم. في ذلك الزمن كان أهل البحرين يحرصون على إقامة الغبقة، فقد كانت تجمعهم على الحب في أحد المنازل أو المجالس ليتناولوا تلك الوجبة والتي غالبا ما كانت تعتمد على الصافي والمحمر. أما اليوم فالبوفيهات والأكلات العالمية أصبحت نجمة الأمسية. الغبقات على كنا نعرفها على أيام أول، يعني من جداتنا وأجدادنا الغبقة، يعني عندنا الأشياء القديمة المعروفة عندنا الغبقة، صافي، العيش الأبيض، العيش المحمر، القيمات، الأشياء اللي دائما احنا نحبها. الغبقات الحديثة حين تطورت نفسها، حين الموجودة هنا في البوفيه موجود، نتجمع في المجالس القديمة وتتجمع الأهالي، وعادة ما تكون الغبقات في ليالي نص رمضان والعشر الأواخر، يعني وجه المأكولات الطيبة المشابيس، كانت تعتمد على وجبة واحدة نوع واحد ويا بعض الحلويات اللي هي القيمات العصيدة، هاي الوجبات الأول عندنا ما تتنوع أكثر من هاي التنوع مهما كانت. يعني تغيرات كثيرة طرأت على الغبقة، إلا أن مضمونها لازال كما هو، فهي الملاذ الجميل خلال هذه الأيام المباركة والتي تجمع الأهل والأصحاب على هذه الوجبة المتميزة في رمضان. الغبقة تقليد رمضاني عريق احتفظ بروح التراث بالرغم من التغيرات التي طرأت عليه ليتواكب مع روح العصر. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.